السلام عليكم شبابنا ان شاء الله كامل تكونوا بصحه جيده اليوم رايحين ندخلوا حصه رقم 30 ورايحين ندرسوا فيها داره مندمجه من عائله تيال ذو رقم تسلسلي اس ان 74198 وهذه الدائره المندمجه نسميوها سجل شامل من بعد نقول لكم علاه سماوها سجل شامل ومن المستحسن قبل ما تشاهدوا هذه الحصه من المستحسن تشاهدوا الحصه رقم 25 اللي هي خاصه بسجلات باستخدام قلابات دي وفي نفس الوقت تحتاجوا الحصه رقم 28 اللي هي سلسله التمارين والحصه رقم 29 هي كذلك سلسله التمارين تابعه للحصه رقم 28 فلنبدا على بركه الله وحفظه جماعة زينة نبدأ بهذا التمرين كما راكم تلاحظوا هذا تمرين مركب وراح يكون صعيب ولو كان نقول لكم حلو هذا التمارين صعيب 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 باه توصلوا للحل نتاعو بصح علاه عطيتكم هذا التمرين باه نعرفوا عليه لازمنا نقراو سجل شامل وماناش راح نحلوا هذا التمرين راح نعرفوا الهدف فقط هيا جماعة ركزوا معايا في هذا التمرين آه التمرين هذا واش قال لك صمم سجل سعته واحد اوكتي باه نصمموا سجل واحد اوكتي لازم يثم قلابات يحتوي على قطيعتين اس صفر واس واحد هذو قطيعتين يمدوا لي انماط التشغيل تاع السجلات هذو اللي عرفناهم في الحصص الماضي واش قال لكم اذا كان اس صفر يساوي صفر واس واحد يساوي صفر هذا السجل شيء يعمل يعمل حاله الذاكره واش معناتها المخارج كامل في هذه القلابات تحتفظ بالحاله السابقه الاحتمال الثاني واش قال لكم لما اس صفر تساوي واحد واس واحد يساوي صفر يصبح هذا السجل شحنه تسلسلي ازاحه نحو اليمين واش معناتها يتشحن قلاب دي او المعلومه تنتقل يمينا بهذا الشكل قلاب ثم قلاب يليه قلاب ثم القلاب الذي يليه هذا احتمال ثاني احتمال ثالث واش قال اذا كانت قاطعه ا صفر تساوي صفر قاطعه مفتوحه واس واحد قاطعه مغلقه واش يصبح هذا يصبح سجل شحنه تسلسل ازاحه نحو اليسار واش معناتها يتشحن قلاب الاخير اللي هو الاش ومن المعلومه تنتقل يسارا من الأش تروح للجي من الجي تروح للاف من الاف تروح للاو حتى توصل للا او تنفل. هذا الاحتمال الثالث في التمرين والاحتمال الاخر واش قال لكم هذو القاطعتين لو كان مدلهم في ان واحد 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 هذا السجل واش يعمل يعمل سجل شحنه تفرعي وتفريغه تفرعي واش معناتها معلومه تدخل دفعه واحده يعني دي جبهه صاعده تدخل في دي او دي بي ودي سي ودي دي ودي أو, او دي اف ودي جي ودي اش دفعه واحده اذا هذه الخدمه جمعاً لكم طبقوها في الواقع فهذه الحاله واش راح ديروا راح تخدموا ثم معادلات في الاحتمال الاول وثم معادلات في الاحتمال الثاني وثم معادلات في الاحتمال الثالث وثم معادلات في الاحتمال الرابع وهذا المعادلات الثمانيه تخرجوا منهم معادلات اجماليه تخرجوا دي واحد وش دي او وش يساوي دي بي يساوي ولو كان طبقوها في الواقع واش راح تلاحظوا راح تلاحظوا بوابات 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 تلقى بوابات نور بوابات اند بوابات نوت وتبقى ترسم بوابات 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 بو حتى مقام شهيد وانت ترسم في البوابات على هذه وليداتي ما تخافوا ما والو كل شيء راهو سهل دوك التمارين هذا واش راح تشوفوه راح تشوفوه كما بسبوسه ما تبكي ما والو اذا في هذه الحاله كيف نعالج هذا التمرين لازمني تركيب جديد واش هو هو دار مندمجه اس ان 74 وثمانية 198 وراح نلاحظوا باللي التمرين واش راح يولي بسيط 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 جدا انطلاقا من هذه الدار المندمجه يا جماعة باه كيف دارة مندمجة باه نشرحها ما نعطيها بهذه الطريقة بس كواح تلقاو الصعوبات على هذه وش راح نمد لكم مرة الاولى لكم بنية الداخلية تاعها وش كاين في وسطها ومرة ثانية وش معناتها راح نعطيكم مخطط الوظيفي بسيط راح نريق لكم الاقطاب كامل كما راكم تلاحظوا هذه دارة مندمجة فيها اس صفر اس ار مهم فيها 24 قطب دوك ما ركزوش على الاقطاب دوك واش راح نركزوا راح نشوفوا في البنية الداخلية تاعها اذا كما راكم تلاحظوا 74 ال 198 تحتوي على ثم قلبة شو معناتها معناتها سعتها واحد اوكتي ورقمها الاخير هو 8 معناتها تحتوي على ثم قلبر كاين دار مندمجه تخدم نفس الخدمه تاعها وسمو سجل شامل اللي هي ريفيرونس تاعها 74 ال 194 رقم الاخير 4 معناتها تحتوي على 4 قلبات بما انه هذه ريفيرونس رف... تاعها 74 ال 198 معناتها تحتوي على ثم قلبات اذا سجل سعته واحد اوكتي والبنيه الداخليه يا جماعه في الحقيقه في الحقيقه راه مخدوم بقلابات ارس وكاين بوابات مدي مي مش حاب نعقد لكم التركيب على هذي عطيت دي, دي باه تفهموا باللي التركيب آه وظيفته وظيفته تقليد هكذا يعني في الحقيقه التركيب دا الداخلي مخدوم بقلابات ارس ومحولينهم لدي انا عطيت لكم قلابات دي باه تجي امور بسيطه وما تتعبوش فيها وفهم تاعكم يكون سريع هكذا الاولاد وباه نبسطوا هذه الدارة مندمجة رسمتها لكم بهذا الشكل كما تلاحظون المخارج من كي ا آه حتى كي اش وحدهم فوق والمداخل شحن تفرعية من ا حتى أجدتهم في الاسفل والشيفت رايت والشيفت ثلاث الشيفت رايت هو مدخل شحن كي نحتاج شحن تسلسلي نحتاج شيفت رايت شيفت رايت هو مدخل شحن تسلسلي ازاحه يمين ذاته في الجهه اليسرى وشيفت ثلاث هو مدخل شحن تسلسلي ازاحه يسار واهم حاجه اهم حاجه في السيركو يا جماعه كي يعطيك السيركو واش هي الحاجه اللي تركز عليها بزاف اللي هي اس واحد واس صفر وهذا واش يسموهم يحدوا لي نمط التشغيل تاع السجل الشامل ومن بعد نعرفوا لي سماوه السجل الشامل على سماوه السجل الشامل معناتها اي شحن تقدر ديرو سواء شحن تسلسلي ازاحه يمين، ولا شحن تسلسلي ازاحه يسار، ولا شحن تفرعي باستخدام مداخل ا آه حتى لآش، ولا ذاكر، على هذا سموه سجل شامل. واش قلت لكم ركزوا على اس صفر و اس واحد، يعني النظره الاولى كي يعطيك سجل مي اس ان 74 الاس 198، ركز على نمطي تشغيل اس صفر و اس واحد. و باه نفهموهم مليحة جماعة. شفتوا هذا التمرين اللي لكم شفتوا هذول الاحتمالات أربعة؟ ليغته في التمارين احنا لقاوها في سيركوي 74 اس 198 نرجعوا للسيركوي اس 74 اس 198 جماعه باه تجيكم هذه الخدمه سهله تخيلوا بلي السيركوي هذه هي نتا انت انت, انت. انت واش عندك عندك زوج يدين عندك اليد اليمنى اللي هي اس 0 نسميها اس 0 واليد اليسرى اللي نسميها اس 1 من بعد تجيب ستيلو في اليد اليمنى اكتب اس 0 وفي اليد اليسرى اكتب اس 1 وباباه تعكس ما بيناتهم شكون الاولاويه في الحساب باش نبداو خلينا نبداو من الصفر ومن بعدها نروحو لواحد وحنا المسلمين باش ناكلو ناكلو باليد اليمنى اذا اليد اليمنى نكتبو اس 0 هذا الرقم الاول واليد اليسار نكتبو اس 1 من بعد كي نعطيكم هذا التركيب يا جماعه نقول لكم قداك كاين احتمال اس 0 واس 1 قداك كاين احتمال يدين راح تقول لي استاذ كاين اربع احتمالات بما انه كاين متغيرين اس 0 و واس 1 قد عدد الاحتمالات تساوي 2 اس عدد المتغيرات معناتها 2 اس 2 وتساوي اربع احتمالات واش هي هذو ربع احتمالات الاحتمال الاول لو كان مدو لهم زيرو زيرو هذا هو الاحتمال معناتها اليد اليمنى واليد اليسرى ممدوده ومن بعد نشوفوا شو النمط جمعنا نعطيكم بهذه الطريقه ومن بعدها نرجعوا للانماط اوكي هذا الاحتمال الاول لو كان اس صفر و اس واحد مدهم زيرو زيرو تولي يدين في زوج ممدودتين هكذا الاحتمال الثاني واش هو لو كان اس صفر مدوا لها واحد تولي يد مرفوعه واس واحد مدها زيرو يد ممدوده هذا الاحتمال الثاني بعد نشوفوا واش يدير هذا النمط الاحتمال الثالث واش هو اللي هو اس واحد مدلو واحد واس صفر مدو 0 تولي اليد اليس... اليسار تكون مرفوعه واليد اليمنى ممدوده والاحتمال الاخير واش هو الاس صفر وأس واحد في زوج مدو في ان واحد 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 تولي في هذه الحاله اليد اليمنى واليد اليسرى مرفوعتين معا صاي يا جماعه علاقتكم بطريقه اليدين باه جاية ما تنسوهاش المدى طويل يعني هذا السجل الشامل راح يبقى معكم ثلاثة سنين اربع سنين خمس سنين مجرد تشوف يديك راح تفكر السجل الشامل وتعرف نمط نمط الشحن تاعو هيا لولا هاي نبداو جماعه في اول نمط اذا اس صفر واس واحد واش وظيفتهم هما اللي يحدوا لي النمط اذا واش هما الانماط موجوده في السجل الشامل يا مذاكره يا شحن تسلسلي ازاحه يمين عملوا زوج انماط يا شحن تسلسل ازاحه يسار ولا ثلاث انماط يا شحن تفرعي يولي اربع انماط نبداو بالنمط الاول جماعة لو كان هو الاحتمال الاول لو كان اس زيرو نمدو لها زيرو والاس واحد نمدو لها زيرو هنا واش يقول لك هنا اللي تمد لهم في زيرو زيرو في زوج يقولوا في زوج خاملين اذا هنا السجل وش شو اللي يدير يقول لك ما تهمكش ما يهمكش ما تدخلش حتى تسلسل ازاحه يسار يكون خامل عندو حتى الدور ما يهمكش مدخل شيفت رايت شحن تاسيس ازاحه بي وما يهمكش مداخل تفرعيه اذا الناس السجل يعمل يعمل عمل ذاكره واش معناتها عمل ذاكره معناتها المخرج كي ا اه واش يدير يحتفظ بالحاله السابقه يحتفظ بالكي ا ان زيرو كي بي وش يحتفظ بالحاله السابقه كي بي زيرو ولا يرجع لها كي بي ان كي سي وش يحتفظ بالحاله السابقه الى كي سي ان معناتها القيمه السابقه اللي كانت موجوده في المخارج راح هي تبقى هي نفسها القيمه الجديده اذا واش نقولوا اول نمط لو كان نحب نخدم الذاكره ونحتفظ بالمعلومه واش ندير طريقه بسيطه جدا من اس زيرو مدها من صفر منطقي واس واحد مدها صفر منطقي هنا واش نقولوا سجل عمل سجل شامل يعمل عمل ذاكره يحتفظ بالحاله السابقه لكل مخرج اذا هذا واش نسميه الاحتمال الاول روحوا الاحتمال الثاني احتمال الثاني واش هو لو كان اس صفر مدولها لها واحد واس واحد مدولها لها زيرو شوف شي يدك في هذه الحاله تصبح يدك اليمنى مرفوعه هنا نسالك سؤال قدها اليدين اليد كاينه يد مرفوعه تقول لي استاذ يد واحده مرفوعه اذا واش هو نوع الشحن شحن تسلسلي اذا كنت تفرع... ترفع يد واحده معناتها شحن تسلسلي اذا ترفع يدين في زوج معناتها شحن تفرعي اذا يدي يدين في زوج كانوا ممدودتين واش معناتها ذاكره اذا كما هنا الصفر أعطيت لها تغذيه أعطيتها واحد منطق ولا أعطيتها لها فيسيس يد اليمنى مرفوعه ويد اليسرى ممدوده يد اليسرى ممدوده اذا هنا واش نقولوا بما انه اس صفر يساوي واحد واس واحد يساوي صفر نمط التشغيل واش هو هو شحن تسلسلي باسكو راني رفعت يد واحده ترفع يد واحده شحن تسلسل صحيح اذا نمط التشغيل هو شحن تسلسل وبما انه اليد المرفوعه هي يد اليمنى اذا واش هو نمط الشحن شحن تسلسلي ازاحه يمين في هذه الحاله واش نحتاجوا اسكو نحتاجوا شيفت رايت ولا شيفت ليفت ولا من المداخل من ا الأ حتى الاش كل حيكون ينشطوا بما انه شحن تسلسلي ازاحه يمين اذا شفت رايت هي لا راح تمدها المعلومه ولا حاب تزيحها يعني سجل الشامل شو يقول لك؟ يقول لك راك شغلت لي نمط الشحن التسلسل الازاحه اليمين أعطيني المعلومه مي هذه المعلومه دخلها في شيفت رايت اما شفت ليفت راح تكون خامله ما عندها حتى دور تمد لها المعلومه ولا ما راح تكون خامله وما داخل الشحن تفرع هذا من الأ آه حتى الاش آه راح يكونوا خامل اذا سجل الشحن سجل الشامل وش يدير في هذه الحاله؟ ركزوا معايا مليح يقول لك اعطي لي المعلومه تمدها له في شيفت رايت من بعد واش يدير هذا السجل؟ شيفت رايت كي او يقلد شيفت رايت كي تجي جبهه الصاعده دوزيام كي بي يقلد كي ا وكي سي قلد كي بي وكي دي قلد كي سي وكي او يقلد كي بي وكي اف يقلد كي او والكي جي يقلد كي اف وكي اش يقلد جي واش راكم تلاحظوا المعلومه كيفاه تمشي تمشي نحو اليمين اذا هذا شحن تسلسلي ازاها نحو اليمين المعلومه كي توصل كي اش جمع واش يصلها تنفذ هكذا، إذا كي أ آه يقلد شيفت رايت، كي بي كي أ آه أن السابقة، كي سي يقلد كي بي أن إلى غاية كي أش يقلد كي جي أن، والمعلومة كي توصل هنا تنفوت، وإذا حبيت تقلب تجل... مثلا سجل إزاحية من دورانية، واش معناتها القيمة الأخيرة ما تخليهاش تنفوت، عاود أرجعها شيفت رايت، أربطها بشيفت رايت عن طريق بوابة أو، صاي، إذا النمط الثاني واش هو؟ بما أنه شحنت أس صفر بالواحد وأس واحد بالزيرو، إذا سجل العمل، سجل الشامل يعمل عمل يعمل دور شحن تسلسلي ازاحه يمين يمين فقط، وإذا حاب يديرها دورانيه كي اش اربطها بشيفت رايت، إذا هذا واش يجمع نمط النمط الثاني. إذا هنا واش نكتبوا؟ سجل شحن تسلسلي ازاحه يمين، باسكو على اس صفر مديت لها واحد نشط الشحن تسلسلي ازاحه يمين، وأس واحد واحد مديت لها زيرو. هذا واش يجمع نمط ثاني، وبتفهموا تفهمو مليح يا جماعه الحصه رقم 31 راح نديرو فيهم تمارين شابين راح تفهموها وتولي لكم حاجه كي بس بوساب بإذن هاي روح لي بعدها جماعة روحوا ل لـ... آه في الاحتمال الثاني جماعة كي درتو مثلا شحن تسلسل إزاحة يمين داخليا شوفوا داخليا واش يصير كي طبقت كي تمد اس زيرو واحد و اس واحد زيرو واش يصير داخليا تولي هذه الشيفت راهي مربوطة ب دي ا تاع القلب الأول ومخرج تاع القلب كي ا مربوط بدي بي بنفس الطريقة إزاحة نحو اليمين كما شفنا حصة السجلات هذه الخدمة ماكش حتخدمها أنت راح يخدمها سجل داخليا راح يخدمها داخليا انت واش تمد تمد الاس واحد تمد لها واحد واس واحد تمد لها زيرو هو يولي يخدم شحن تسلسل ازاحه يعني. صاي هذا بالنسبه نمط ثاني شحنت النمط الثاني شحن تسلسل ازاحه يمين روحوا للنمط الثالث واش هو النمط الثالث اس زيرو واش نمد لها نمد لها زيرو والاس واحد نمد لها واحد هنا واش راح يصرى احتمال ثالث واش تولي تولي اليد اليسار هي المرفوعه واليد اليمين هي الممدوده، وبما انه رفعت يد واحده معناتها شحن تسلسلي، كتفكر ترفع يد واحده معناتها شحن تسلسلي. اذا هنا سجل كيتمد اس واحد منطقي، و اس صفر صفر اس صفر يساوي صفر منطقي، اذا هذا النمط وش هو؟ يسموه نمط شحن تسلسلي، وبما انه اليد اليسار اللي هي ترفعت، يدك اليسار هي اللي ترفعت، اذا شحن تسلسلي ازاحه نوع تاعها هي ازاحه يسار. اذا وش راح في هذه الحاله؟ إذا بما أنه شحن تسلسلي إذا حيصير معناتها المعلومة اللي راك حاب ش... آه... تزيحها دخلها في شيفت ليفت، إذا شيفت ليفت راح تكون نشيطة، مي شيفت رايح راح تكون خاملة باسكو يهماش الشحن التسلسلي إذا وما ومداخل شحن تفاعل هذو كامل يكونوا خاملين، إذا في هذه الحالة المعلومة لازم تربطها بشيفت ليفت، من بعد المعلومة هذه وش كل ما تجي جبهة صاعدة، كي تجي جبهة صاعدة الأولى كي آش قلت شيفت ليفت، من بعد المعلومة تتجه يسارا من كي آش إلى كي جي ومن بعدها تروح لكي اف ومن بعدها كي او ومن بعدها يسارا كي دي ومن بعدها يسارا كي سي ومن بعدها يسارا كي بي ومن بعدها يسارا كي ا ومن بعدها المعلومة كي توصل هنا تنفذ هكذا الأولى اذا كي اش قلت شيفت لفت وتمشي المعلومة يسارا، من بعد المعلومة جمع كي توصل كي ا إذا تحب تخليها تنفذ تنفذ اذا طلب منك مثلا شحن تسلسل ازاحة يسار دورانية في هذه الحالة واش تقول تقول هذه المعلومة كي توصل كي ا ما نخليهاش تنفذ ونعاود نربطها بواش بشيفت لفت ونديرو بوابة اور هكذا اذا هنا واش درت صممت سجل شحن تسلسلي إزاحة يسار كيفاه نصممو لازم اس صفر شمد لها نمد لها صفر منطقي والاس واحد شمد لها واحد منطقي باه توصل شحن تسلسلي ازاحه يسار صاي الاولاد اذا هنا واش نكتبو شحن تسلسلي ازاحه يسار ولو كان اس واحد تمد لها واحد واس صفر تمد لها زيرو داخليا نجمع واش يسار داخليا مش راح ديرها انت في سجل العام هو اللي يديرها سجل الشامل هو اللي راح يديرها واش راح يدير داخليا اذا شفت ليفت هذه داخليا باش مربوطه مربوطه بدي اش والمخرج كي اش مربوط بالدي جي يسارا والمعلومات تخرج من كي جي تروح دي اف يسارا ومن كي اف تروح يسارا دي او تبقى بهذا الشكل حتى الاول قلب ومن بعدها هنا المعلومه كي توصل القلب دي ا أه تنفذ من كي ا أه. اذا هذه حتصرى داخليا صاي انتبه تخدم شحن انت تسلسلي اذا حا يسار ماكش حتصام هذو واش راح دير اس صفر راح تمد لها زيرو واس واحد واش راح تمد لها واحد هنايا خدمت الشاحن التسلسلي ازاحه يسار روحوا الاحتمال الاخر احتمال رابع واش هو الاس واحد واش نمدو لها لها واحد نغذوها بفي سي سي ولا نمدو لها تغذيه واس صفر كذلك نمدو لها واحد هنا واش راك تلاحظ يديك راك تلاحظ يدك اليسرى ويدك اليمنى في زوج مرفوعتين قداه مرفوعه يد راه مرفوعين زوج يدين اذا بما ان زوج يدين على توازي معناتها هنا نمط يدك مادام يدك على توازي نمط الشغل تاع السجل شح... آه سجل شامل واش عامل لي نمط شحن تفرعي اذا بما ان نمط شحن تفرعي واش معناتها معناتها شكون هما المداخل اللي حينشطوا راح ينشط A B C D O F G H بعد واش يقول لك سجل شامل يقول لك اعطي لي القيمه اللي فيها ربع ثم ابيات اللي ندخلها لك في وسط السجل حيث شفت ترى راح تكون خامله باسكو ماشي داير نمط شحن تسلسلي ازاحه يمين وشفت لاف راح تكون خامله ما عندها حتى دور باسكو ما دارتش نمط شحن تسلسلي ازاحه يسار واش درت درت نمط شحن تفرعي باستخدام مداخل A B C D حتى ال اذا في هذه الحاله واش راح يصرى واش راح يصرى نكتبوا هنا شحن تفرعي واش معناتها شحن تفرعي معناته الكي ا واش يدي يدي يقلد المعلومه الا وكي بي يقلد معلومه كي بي دفعه واحده في ان واحد وكي سي يقلد السي وكي دي وش يقلد دي وكي او واش يقلد يقلد الاو وكي اف يقلد الاف وكي جي واش يقلد جي وكي اش يقلد اش معناتها واش معناتها قيمه اللي تمدها هنايا تم ابيات بمجرد تجي جبهه صاعده تخرج دفعه واحدة هنا واش نقولوا راك خدمت سجل شحن تفرعي تفرق تفرع كيف نخدموا طريقه بسيطه جدا اس صفر مدلها واحد منطقي ولا غضيها في سي سي واس واحد مدلها واحد منطقي ولا غضيها في سي سي وكي تفكر يديك صاي يد اليمنى هي اس زيرو واليد اليسرى هي اس واحد وفي الداخليه نجمع واش يسرى داخليا كي تطبق هذا داخليا واش يسرى تولي ا هي مربوطه بدي ا والبي مربوطه بدي بي وسي دي سي بنفس الطريقه حتى حتى نواش اش مربوطه بالاش والمخارج هذا تفرق تفرق كي ا مربوطه بالكي ا كي بي مربوطه بكي بي بنفس الطريقه اذا هنا واش نقولوا باه نديروا شحن تفرعي تفرق تفرعي بسيطه جدا اس صفر مدولها واحد والاس واحد مدولها واحد ما كان حتى اشكاليه جماعة بعد ما عرفنا أنماط التشغيل في السجل الشامل واللي يتحكم فيها اس صفر و اس واحد دركا لازمنا نعرفوا كل الأقطاب الموجودة في السجل الشامل درك راح تفهموها بكل بساطة وبلا ما نعطيكم جدول وثائق صانع راح تعرفوها بيديكم كما قلت لكم يد اليمنى اس زيرو ويد اليسرى اس واحد هيا جماعة نبداو أول حاجة 74 الف 188 تحتوي على قطبين القطب رقم 12 وقطب 24 وكاين حاجه جمع نبهكم ليها كيف عرفت الترقيم كيف نعرف رقم الاقطاب تاع السركوي شفتوا هذه نسبه الدائره هذه هي اللي تحدد لي اقطاب واش يقول لك اولا نسبه الدائره هذه دورها في الجهه اليسرى من بعدها القطب السفلي هو رقم واحد ابدا احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش 12 امشي عكس عقارب ساعة 13 اربعة عشر حتى انا اربعة صحيح ومن بعدها من الوثائق الصالة ابدا رقم واحد وش هي اس زيرو اثنين وش هي شفت راح يمدهم لك واجدين ماكش حتجيبهم من عندك صحيح شوف اذا قطب اربعة وقطب 12 هما قطبي التغذية اذا هنا واش نكتبو اللي هي في سي وجي عندي وسميهم قطبي التغذية ثاني حاجه راه قطب رقم 13 راكم تلاحظوا مكتوب كلير ومعاه منفي كلير بار اذا كلير بار واش معناتها هو قطب المسح سجل عام وبما انه منفي باش يمشي ينشط بالصفر منطق نهار اللي له صفر يمسح كل مخارج من كي ا حتى كي اش نهار اللي له واحد يولي خام اذا واش نكتبو قطب 13 يمثل كلير بار وهو مدخل مسح ينشط بالمستوى الادنى كما شفت القلابات جي كا في العدادات ولا باستخدام قلابات دي ديما ما مسح باش يمشي بالمستوى الأدنى <applause> نروحوا لي بعدها القطب رقم 11 مكتوب سي ال كا اللي هو كلوك اذا سجل شامل به يمشي واش لازم له اشاره الساعه والحاجه المميزه في السجل الشامل انه اشاره الساعه باش تمشي تمشي بالجبهه الصاعده تمشي بالجبهه الصاعده كما شفنا الداخلية تعقل البنيه الداخليه تاع القلابات كامل باش يمشيو بجبهه صاعده اذا واش نقولوا هنا قطب رقم 11 اللي هو مدخل اشاره الساعه الرئيسيه روحوا للقطب 22 اللي هو شيفت ليفت شيفت ليفت يا جماعه وقت نحتاجوه نهار اللي يدير نمط شحن تسلسلي اذا يسار هذا شيفت ليفت هو اللي ندخلوا منه المعلومات التسلسليه اذا شيفت ليفت شنو نسميوه مدخل شحن تسلسلي اذا يسار وقت هذا ينشط هذا شيفت ليفت لما اس صفر تمد لها زيرو واس واحد تمد لها واحد منطقي هكذا روحوا لي بعدها شيفت رايت قطب اثنين هو شيفت رايت شيفت رايت كذلك وقتها يمشي هذا هو مدخل معلومات تسلسليه ازاحه يمين هذا القطب وقتها ينشط نهار اللي نمط شحن تسلسلي ازاحه يمين وقتها لما اس صفه تمد لها واحد منطقي والاس واحد تمد لها صفر منطقي اذا نكتبوا شيفت رايت واش هو هو مدخل شحن تسلسلي ازاحه يمين نهار اللي تاكتيفي نمط شحن تسلسلي ازاحه يمين روحوا لي بعدها A, B, C, D حتى الأش H هذو شو مداخل شحن تفرعي مداخل شحن تفرعي هذو المداخل نهار اللي تكون عندك معلومة فيها مثلا أه ثمانية أبيات وحاب تدخلها دفعة واحدة بجبهة صاعدة فقط واش دير لازم S صفر و واحد في N واحد تبدلهم واحد واحد والمعلومة تدخل دفعة واحدة هنا واش هو يقول لك أعطيني المعلومة اللي تتكون من ثمانية أبيات من 4 و 6 و 8 و 10 و قطب 14 و 16 و 18 و 20 هذو هما المخارج تاع السيجاد هذو اللي ركزوا عليهم بزاف هذو اللي هما اللي لنا المعلومه اذا شو نسميهم ملي كي ا آه حتى كي اش آه نسميهم مخارج القلابات اللي موجوده داخل 74 اس 98 كاين ملاحظه جماعه في السيركوي كاين 74 اس 198 وكاين 194 واش الفرق ما بيناتهم 194 الرقم الاخير 4 معناتها تحتوي على ربع قلابات كي ا آه كي بي كي سي كي دي هذه هي المقاش تاعها و198 رقم الاخر هو 8 معناتها تحتوي على ثم قلبت هذا هو شو هو فرق ما بيناتهم واش بقى لنا بقى لنا اهم حاجه في الدار المندمجه اللي كنتكم ركزوا عليها اس 0 و اس 1 هما واش نسميهم انماط التشغيل هما اللي يحدونا نمط التشغيل اذا بما انه اس 0 و اس 1 كاين زوج معناتها كاين اربع انماط تشغيل اذا اس صفر أس واحد نسميهم انماط التشغيل ونمط نمط التشغيل اذا كان اس صفر أس واحد يساوي في ان واحد زيرو زيرو واش نقولوا هنا سجل عام يعمل عمل ذاكره يولي يحتفظ بمعلومه وهذه معلومه سعتها واحد كتي نسبه لثمانيه قلبات اما لما اس صفر يساوي واحد أس واحد يساوي, يساوي معناتها يد اليمنى هي المرفوعه معناتها شحن تسلسلي ازاحه يمين فقط النمط الثالث هو اس صفر تبدلها زيرو اس واحد تمد لها واحد معناتها يد اليسار هي المرفوعه اذا شحن تسلسلي ازاحه يسار واخر نمط واش هو لما اس صفر تمد لها واحد واس واحد تمد لها واحد واش يولي شحن تفرع هذه الهضره كامل انتم قريتوها وجبتوها من الجدول على الحقيقه تاع سجل العام انا عطيتها لكم بكل بساطه وباذن الله ما نكونش راح تنساو عليها جماعه روحوا لي بعدها سؤال مطروح بس السؤال علاه يعني نقرا سجل شامل في البكالوريا علاه نقرا سجل شامل في الهندسه الكهربائيه لماذا ندرس سجل شامل الاجابه واش هي بأن نتحكم في محرك خطوه بخطوه اللي هو هذا هو موتور با ابا وباه محرك خطوه بخطوه واش لازم, لازم لي ندير شح سجل شحن تسلسلي ازاحه يمين دورانيه ولا ندير ازاحه يسار دورانيه لازم تكون دوراني ماشي لازم المحرك يدير دوره ويتوقف لازمنا نديرو ازاحه يصا دوراني عليه هذه التمارين تاع السجلات الشامل ديما ما تكون دوراني حلقيه هكذا الاولاد جماعة زينة راح نمدكم واحد الهدية مميزة وتخليكم تزيدوا تحبوا السجل الشامل وتعرفوا باللي تقدروا تخدموا به حوايج بزاف جماعة شوفوا الهدية هذه وش هي عطيتكم هذه لوحة إشهارية وش مكتوب فيها مرحبا بكم لو كان تحسبوا عدد الحروف هذه ميم را حاء باء الف باء ك ميم لو كان تحسبهم كاين ثم حروف وبما انه السجل شامل يحتوي على ثم مخارج واش راني حاب ندير حميم هذا حرف ميم كيف خدمته جبت ثنائية ضوئية وربطتهم كتلة واحدة كتبتهم حرف ميم را كذلك جبت ثنائية ضوئية وصلت بهم را حرف را بنفس الطريقة حتى الحرف الميم الأخير من بعد وش راح ندير يا جماعة شوفوا المخرج كي اش راح نربطه بحرف الميم بحيث حرف الميم ما عندوش علاقة بالراء والحاء والباء، كل واحد كل حرف مفصول على حرف الآخر، إذا كي آش نربطو بالكتلة الثنائية الضوئية اللي تشكل لي إيه حرف ميم، وكي جي نربطو بالكتلة الثنائية الضوئية اللي تشكل لي إيه حرف را، بنفس الطريقة كي إف نربطو بالحاء، كي أو باش نربطو بالحرف الباء، كي دي نربطو بالحرف الألف، وكي سي نربطو بالحرف الباء، وكي بي نربطو بالحرف الكاف، وكي أ نربطو بالحرف الميم. وحبيت نشوف الليدات كيفاه يشعلوا كيفاه يتوهجوا شوفوا الحاله الابتدائيه جماعه اس زيرو اس واحد يساوي زيرو ضاغطه مفتوحه واس صفر ضاغطه مفتوحه اذا هنا سجل ذاكره واش راكم تلاحظوا الليدات يبقاو دي ديما منطفئين ما يصرى والو اول حاجه راح ندير النمط الاول راح نجربو تشوفوا باه تفهموا واش معناتها ازاحه يمين وازاحه يسار واش معناتها شحن طفر ركزوا معايا اول حاجه جماعه اس واحد ضاغطه مغلقه معناتها اس واحد يساوي واحد واس صفر يساوي الصيفر اذا واش هو نمط التشغيل هنايا اذا اذا نمط واش هو شحن تسلسلي اذا شفت لف راح يم... راح يمشي مي شفت رايت وما داخل هذا التفرع ما راح يمشي راح يكونوا خاملي اذا واش يطلب منك واش يطلب منك سجل عام يقول لك اعطي لي المعلومه اللي حاب تزيحها نحو اليسار لازم تدخل المعلومه كيف تدخل المعلومه عن طريق شفت ثلاث شوف نضغط على الضاغطه هذه تولي واحد منطقه شو واش يشعل حرف ميم لو كان نفتح الضاغطه واش عيصرى شوف واش يصرى ملي تزاح المعلومة نحو اليسار لا تمشي نحو اليسار وش هو السبب لأنه نمط تشغيل إزاحة نحو اليسار فقط نهار اللي توصل ميم من بعد المعلومة وش حصلها كي توصل كي اه ا تنفذ مد... باسكو ما باسكو ما درتش إزاحة يسار دوران جماعة ها درك ما صرا والو علاه ما صرا والو لأنه شيفت ليفت وش راه دخل صفر منطقي كل ما تجي جبهة صاعدة تمشي المعلومة لو كان زدنا نضغط يا جماعة جماعة كيما دخلت معلومة واحدة قادر نزيد ندخل زوج معلومات معناتها نستنى جبهة الأولى يشعل لاد الأول بعد زيد نستنى جبهة ثانية يشعل زوج حروف لو كان نفتح شيفت ليفت شوف شيصرا تزاح معلومة إلى اليسار معناتها 11 راح تمشي واحد واحد نحو اليسار بهذا الشكل جماعة لو كان نفتح اس واحد وش ولا عندي نمط هذا شوف معايا اس زيرو يساوي زيرو اس واحد يساوي زيرو وش ولا نمط تشرين هو الذاكرة يبقى لاد هذا ديما شاع يبقى في حالة راحة كما معناتها كي اش يبقى زيرو حالة يحتفظ بحالة سابقة، كي يبقى زيرو يحتفظ بحالة سابقة، وحرف ميم متوهج معناتها كي اي يساوي واحد يبقى يحتفظ بحالة سابقة، هنا واش طبقت نمط الذاكرة، راح نزيدوا نجربوا جماعة نمط ثاني، واش رايكم لو كنا نضغط على اس زيرو واش راح يصير في رايكم؟ اس زيرو يساوي واحد، واس واحد يساوي زيرو واش يولي نمط تشغيل معناتها شحن تسلسلي ازاحة يمين، معناتها يمشي يفطر، شتو هذا الجمعة شو واش راح له؟ شوكا مشات المعلومة ولا تمشي نحو اليمين. من بعدها كي توصل حرف ميم تنفذ المعلومه من بعدها يبقى وليدات كامل طافيين لو كان نحب نشحنو يقول لي اعطي لي المعلومه دخلها في شيفت رايت شوف يا جماعه كي نضغط على شيفت رايت هاي دخلت المعلومه لو كان نفتحها هذه المعلومه كيفاه تمشي تبقى تمشي نحو اليمين باسكو نما التشغيل واش هو شحن تسلسل ازاحين كي توصل حرف الميم تطفى نزيد نعاود نشحن قادر نشحن اكثر من معلومه قادر ندخل زوج وحدات منطقيه قالت ثلاثه كما هنا واحد زوج من بعدها نفتح الضاغطه ونخليها تمشي ازاحه نحو اليمين بهذا الشكل سهلة اوكي جماعة لو كان نطبقوا نمط الثالث نمط رابع اللي هو اس صفر واحد و اس واحد مدولها واحد هنا نمط شو واش يولي يولي شحن تفاضل واش يقول لك يقول لك القيمة دفعة واحدة نبداو نجربو وشو واش يصير لو كان مد ثلاث اصفار خمس واحدة شوف واش يصير ثلاث اصفار هذو ها ما شعلوش معناتها كي اي قلد الا معناتها زيرو بي زيرو وكي سي زيرو هذو ما شعلوش ومرحبا كامل شعلت لماذا باسكو كي دي كي او كي اف كي جي وكي اش يقلدوا واحد 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 نبدلو ارقام كي قلبتهم كامل اصفر شوفوا كامل كل حروف انطفات لو كان مد خمس اصفر شوفوا تشعل بكم ومرحبا ما تشعلش معناتها المخارج راح تقلد هنايا راح تقلد الا بي سي دي حتى الاش دفعه واحدة لو كان لو كان كامل مدلهم واحد شو شاسره كامل يشعلوا لو كان مثلا كامل مدلهم أصفار كامل يقلدوا أصفار لو كان مد صفر واحد صفر واحد صفر واحد شوفوا ها الحرف الأول منطفئ هذا متوهج هذا منطفئ هذا متوهج لو كان نعكس مد هذا الأول واحد هذا صفر هذا واحد شو يولي يولي كي أي يساوي واحد كي بي يقلد بي زيرو كي سي يساوي واحد بهذا الطريقة جماعة وش رأيكم لو كان نفتح الضغط الضغطة أ زيرو يولي نمط شغيل اس واحد اش يساوي؟ يساوي واحد واس صفر يساوي صفر معناتها واش هو شحن تسلسلي اذا حي شوف الحروف هذا كيف يمشي شوف كيف يمشي يمشي نحو اليسار حتى تنفذ المعلومه لماذا تنفذ المعلومه باسكو مانيش ندخل شيفت ليفت ان شاء الله تكونوا فهمتوا نمط تشغيل السجل الشامل 74198 جماعه درك واش جبتكم جبتكم سبع تمارين هذه تمارينات جايه على حساب المستوى تاعكم جماعة اللي شاف روحهم ما يقدرش يحل سبع تمارين من المستحسن يحل ثلاث تمارين الاولى ثلاث تمارين ياسر واللي يحب يكون مكون ومستوى تاعو العالي ولو كان مثلا يروح يقرا في دول اوروبيه المهم هو راح يلقى حتى اشكاليه وكل دروس راح تجيه بسيطه جدا اي دوله تروح لها باذن الله يكون كل شيء عندك سهل روحوا التمارين الاول الاولاد التمارين الاول اعطيت لك سجل شامل كما راكم تلاحظوا اعطيت لك فيه ست اسئله أه بتعرف هذا السجل دي مركز لي على اس واحد و اس صفر كما هنا اس صفر يساوي في سي سي يعني معناتها يساوي واحد وآس اس واحد يساوي صفر وشنو نمط الشحن تاعو هذا اذا شحن تسلسلي ازاحه يمين وبما انه المعلومه معلومه توصل اش تعاود ترجع القلب الاول شفت معناتها شحن تسلسلي ازاحه يمين دور عندك ست اسئله سؤال الاول ما وظيفه هذا التركيب سؤال ثاني ما نوع البوابات ا بي سي اللي تفرجوا فيديوهات سجلات هذه البوابات كما يقدروا يعرفوهم وش هما سؤال ثالث ما وظيفة الانيت واكس 10 واكس 13 السؤال الرابع اكمل تصميم لهذا التركيبة طالك سيركوي 74 الى 2 يعني جسد هذا المخطط الوظيفي والله وثيقة الصنع اللي عطاها لك سؤال خامس قال لك اكتب معادلة كلوك ومعادلة راس وسؤال اخر قال لك اكمل المخطط الزمني اللي هو هذا المخطط الزمني هذا بالنسبة للتمرين الاول التمرين الثاني يشبه التمرين الاول مي واش هو نمط التشغيل تبدل واش معناتها اس زيرو واش مدينا له واس واحد مدينة له في سي سي آه، عندكم خمس اسئله لازم تجاوبوا لي عليهم وهذو التمارين يا جماعه يكونوا في حصه رقم 31 صاي الثمن الثالث أعطانا عطانا آه، عطانا يشبه الثمن الاول والثاني الثاني مي فيه ز... نقدر نديروا فيه زوج انماط مع بعض عن طريق اكس اكس اذا ما ديت لها زيرو اذا ما ديت لها زيرو واش راح يصرى واذا ما ديت لها واحد واش راح يصرى وعندك ست اسئله جاوبوني عليهم كامل حاولوا فيهم بالمره الجايه تشوفوا المحاوله تاعكم آه، تمرين رابع تمرين رابع واش هو؟ آه راح نستعملوا نمط آه شحن أولي وتفرعي تفرعي ومن بعد واش نديروا؟ نديروا ازاحه نحو اليمين دوراني عندك ست اسئله جاوبوا عليها ان شاء الله كامل توصلوا الاجابات الصحيحه هذا تمرين رابع، تمرين خامس آه يشبه التمرين رابع انما شحن تفرع باستخدام باستخدام مداخل ا آه ب حتى الاج آه دفعه واحده وكي نشحنوا بقيمه الابتدائي هذه واش ندير ازاحه نحو اليسار دورانيه عندك ست اسئله حاولوا تجاوبوا عليهم. التمرين السادس اللي هو بما انه اس 0 يساوي 1 و اس 1 يساوي 0 معناتها شحن تسلسل ازاحه يمين وبما انه المخرج الاخير كي اش فيه بوابه نوت شو يولي كي اش بار شكون هو السجل اللي يشحن روحه بالمخرج المنفي باخر مخرج منفي عداد جونسون معناته في 74198 نقدر نخدم بها عداد جونسون شحن تسلسل ازاحه يمين دورانيه واخر التمارين السابع يشبه التمارين السادس انما اس واحد الشيء يساوي في سي سي واس زيرو يساوي زيرو معناتها شحن تسلسلي ازاحه يسار ازاحه يسار وبما انه كي ا فيه بوابات نوت شو اللي كي ا بار معناتها سجل شامل يشحن كي ا بار شكون هو سجل يشحن روحه بكي ا بار اللي هو كذلك عداد جونسون مي واش هو نوع التعاون عداد جونسون شحن تسلسلي ازاحه يسار دوراني هذا هما سبع سبع تمارين يا جماعه يوصل هذا التمارين معناته المستوى تاعو ولا ما شاء الله مستوى عالي 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 بزاف وهنا يا جماعه وصلنا نهاية الحصة وش نقولكم ليلة سعيدة واقع أجمل إن شاء الله لنا لقاء في حصة 31 وراح نحلو التمارين مع بعض إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته